مشاهدي قناة الشروق، السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين، واهلا بكم في هذه المساحة الموسومة بحلو النغم على قناة الشروق، واللي من خلالها حنستمتع بمجموعة من أعمال غنائية مختارة وبصوت جميل نستضيفه اليوم عبر قناة الشروق، ليقدم لنا نماذج غنائية مختلفة تزين هذه المساحة على شاشة الشروق. وكذلك سنحاول أن نتجاذب أطراف الحديث مع واحد من الذين يساهمون بشكل فعال في حقل الموسيقى السودانية عموما. أسعد كثيرا أن يكون معي في هذه المساحة عبر قناة الشروق وعبر حلو النغم المطربة مهدية إبراهيم، وكذلك الموسيقار حسن مبارك. أهلا بكم في قناة الشروق، وكل سنة وأنتم طيبين. أهلا بكم وأنتم طيبين. طيب، أنا بداية يعني زي ما بيقولوا ليديز فيرست، حبدأ مع المطربة مهدية. مهدية، يمكن أنا حأسألك السؤال التقليدي والطبيعي حول اتجاهك للغناء، وممكن برضو نتكلم عن بطاقة شخصية تعرف بها نفسك للمشاهدة بتابع الآن قناة الشروق وهذه المساحة. أهلا بك وأهلا بقناة الشروق، وكل سنة وكلنا طيبين إن شاء الله. طيب، مهدية منو؟ في الحي، في البيت، في مجال الدراسة، ومهدية منو بعد ذاك لاحقا في عالم الموسيقى؟ أنا أساسا دارسة كلية الهندسة، يعني بعيدة شوية من المجال الموسيقي في دراستي. حسيت بنفسك إنك ممكن تغني قبل ما تدرسي الهندسة؟ أيوة، من زمان. فضلت الهندسة على الدراسة الموسيقية؟ ما فضلت، لكن طبيعة تكوين كل الأسر أو أغلب الأسر السودانية بيحبزوا الدراسة الأكاديمية أكثر. كان في إلحاح شديد من الناس البيت إنه أنا أتجه لدراسة أكاديمية وليتر ممكن أقوم ألحقها مثلا بدراسة الموسيقى. موسيقى رفاهية كده، وخصوصا إنه أنا أكبر زول في البيت. تفتكر إنه في حاجة يعني ممكن تكون حلقة وصل ما بين الهندسة والموسيقى؟ كثير، معمار أبو الفنون. برضو الموسيقى عبارة عن بناء. أيوة أيوة. طيب مهدية، أنا في البداية حاب إنه أقدم نموذج الآن غنائي يعرف المشاهد بمهدية ويعرف مهدية بتمتلك يا ترى من القدرات الغنائية اللي ممكن تخليها تكون حاضرة الليلة معنا في العيد في قناة الشروق، وفي نفس الوقت يعني تجذب انتباه الناس اللي ممكن يتابعوها. اختاروا واحدة من الأغنيات. طيب، أنا حختار أسأل عني، كلمات وألحان أستاذ ممدوح طاهر فريد. نعم، نستمع له ونحيي الفرقة الموسيقية ونتواصل معكم كل متابعينا. Thank you.
إذن نتواصل معكم كل متابعينا في هذه المساحة حلو النغم عبر قناة الشروق وبرفقة مهدي إبراهيم وحسن مبارك. إذن مرة ثانية أرجع لكم أستاذ حسن، أنا حاجيك إنت المرة دي وأحاول أدردش معك حول اتجاهك لعالم الموسيقى، وخاصة أنه أنا علمت بأنه أنت دراستك الأكاديمية علم الاجتماع، يعني أين في نقطة جذبته إلى عالم الموسيقى؟ شكرا لك والحقيقة، وشكرا لقناة الشروق، وكل سنة والناس كلهم طيبين وأنت طيب. الحقيقة هو الوداني لعلم الاجتماع هو الموسيقى. أنا درستهم الاثنين، درست الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى والمسرح ودرست علم الاجتماع. الوداني لعلم الاجتماع هو دراسة المجتمع عشان أقدر أعرف الموسيقى مكانها شنو من المجتمع وعلاقتها شنو بالمجتمع. ده كان السبب الرئيسي اللي خلاني اتوجه لها. لكن علاقه مع الموسيقى قبل الجامعه، يعني قبل الجامعه بفتره طويله، يعني الحاجه دي ما دفعتك انك ممكن تتجه الى الجانب ده بشكل اكاديمي وتخش في معهد الموسيقى والدراما وتحاول انك تطور يعني ما تملك في الوقت من موهبة؟ هو الكلام ده كله حصل بعد السنه دخلتهم الاثنين سوا، بقرا في علم الاجتماع وكنت بقرا في معهد العالم الموسيقى والمسرح. نعم. في نفس توفق فيما بيننا؟ قدرت أوفق، كانت فترة صعبة شوية لكن قدرت أوفق. الروابط فيما بين الاثنين شنو في تقديرك؟ الروابط في بين الاثنين المجتمع، البني آدم، الإنتاج الاجتماعي، علم الأنثروميزيكولوجي شداني شديد، زي ما أنت عارف الأنثروبولوجي هو علم الأجناس. والأجناس بالتجانس بتخلق الموسيقى، بتخلق الهارموني. الموسيقى فعل اجتماعي عموما، يعني فعل اجتماعي، يعني حتى شكرا. الفرقة يعني لو ما كان مجموعه من العازفين ما كان طلع الشكل ده، يعني حقيقي بالالات المختلفه اللي قدموها دي. طيب على صعيد الغربة، يعني لما تطور اليمن لها تاثير الموسيقي المختلف عن مناخ الموسيقى الموجود في السودان، للسلم الخماسي الموجود في السودان والايقاع الشرقي المستخدم في اليمن. اليمن غنيه جدا باعمال موسيقيه مختلفه، يعني شنو التأثير الممكن يكون لقاه حسن هناك؟ هو تأثير واضح جدا. أنا
انا اللي حاسيه ولامسه، واللي هو من بدري قدرت اعرف اسمع انواع مختلفه من الموسيقى، وده اداني ملكه من بدري شويه انه اقدر احلل اشكال الايقاعات واختلافها من منطقه لمنطقه، حتى لو كان الايقاعات فيها تشابه فيها تقارب. تاثير اليمن على الموسيقى بشكل عام في المنطقه ما لا يمكن اهماله اطلاقا. فانا كنت محظوظ انه نشأت في منطقه فيها ايقاعات كثيره جدا، فيها اشكال كثيره من التنوع اللحني، واثرها واضح في على طول شريط البحر الاحمر حتى لحد ما تصل البحر الابيض يعني. حتى جزء من الموسيقى دي كانت هي جزء المشكل مثلا للفلمنكو في اسبانيا. فوجودي في اليمن علمني من بدري شويه انه اسمع سلالم مختلفه واسمع ايقاعات مختلفه. ما ينقطع تماما ارتباطي بالموسيقى السودانيه لانه نشات في بيت سوداني، نشات في جاليه سودانيه. والايفنتس والمناسبات تحت الجاليه السودانيه كنا لسه اطفال صغار يعني، لكن بنحييها بالموسيقى. في المدرسة كنت شغال في فرقة الموسيقى، فكانت حاجة ممتعة جدا انه في نشاطات المدرسة بكون بشتغل مع الشغل بتاع اليمنيين، وبجي بشتغل الشغل السوداني. فأنا بفتكر انها دي تجربة كانت ثرية جدا بالنسبة لي، وما بتنسي دور العلاقة بين 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 عدن وبين بين البحر الأحمر عندنا، واضحة جدا في قاع السماكة مثلا. ومعظم أغنية السماكة هي عندها دلالات وإشارات أيوة. تعود لجغرافيا اليمن يعني حتى. بالضبط، أنت ذاتك بتكون أعلم لأنك نعم. عندي فترة عندي يعني خلفية اعتبارات أنه أنا برضو كنت صبوحة خطبها نصيب أيوة. تتغنى ببرسودان زي ما بتتغنى في عدن نعم. ويا بنات المكلة أيوة بالضبط، يا بنات يا دواء في العلة أيوة. وغيرها من الأغاني وغيرها من الأغاني نعم. فالعلاقة دي هي أنا كنت محظوظ أنه أنا كنت في وسطها يعني. قدرت تعرف قدرت تربي حاجة ما افتكر انك حتربى لو كنت ما عشت في اليمن في الوقت ده. فهي تجربة فنية وثرية جدا نعم. وبنسأل ربنا انه اليمنية حياتهم تتصلح تعود ان شاء الله اليمن الى استقراره ويعود أيوه. السلام مرة اخرى يعني أيوه. ان شاء الله. ما سنقدمه للمشاهدين اللي بيتابعونا الليلة برضو هو مجموعة من اعمالك الموسيقية، وحنختار واحدة او اثنين من مقطوعاتك الموسيقية على سبيل الاستماع لها في مساحتنا دي، لكن حنرجع لمهدية. مهدية أنا أحبذ أنه أستمع لك في لحن جاي، وبرضو حنتكلم عن علاقاتك اللي حاولت أنك تبنيها في أماكن مختلفة، وأنت بتشق طريقك زولة مطربة عندها هوية خاصة بها وعندها مفردة تتفرد بها يعني برضو. لكن خلينا نسمع واحدة من الأغاني ونرجع نواصل حديثنا معك. طيب ممكن نسمع مع بعض الخريف. الخريف أغنية كلمات وألحان أستاذ الفاتح الكردي. نسمع مع بعض. نسمع لها.
أهلا بكم مرة ثانية كل مشاهدينا، بنتواصل في هذا المشوار الجميل عبر حلو النغم. أستاذ حسن، أنا هرجع لك مرة ثانية وأحاول أنه أتكلم معك عن الموسيقى السودانية. في الفترة الأخيرة يعني شاع عنك أنك بديت تهتم بالمسألة التراثية والجانب التراثي في الموسيقى السودانية، وبتحاول أنك تستخرج الدرر الجميلة في عالم الأغنية السودانية، واللي يمكن ما تطرقوا لها عدد كبير جدا من المطربين. دوافعك لهذا الاتجاه وأدواتك اللي بتستخدمها شنو؟ الدوافع الاتجاه ده هو ملاحظتي الخاصة بأنه الفنان بتاع الوسط هو مزيج، نعم، أو مزج من أنواع مختلفة. أقرب حتى أنا كان ممكن أودي أساس وين هو ما حول الوسط. فدي أول حاجة أنا لفت انتباهي، لأنه الإيقاعات جات من وين اللي نحن بنستعمله، الشكل الألحان جاء من وين اللي نحن بنستعمله في الوسط. نعم. وبديت أرجع بعض الألحان وبعض الإيقاعات لجذورة منها. اكتشفت أنه ده عالم مليء بالأسرار ومليء بالحياة الجميلة جدا. إيقاعاتنا مميزة شديد وغنية وكثيرة جدا، وممكن يكون فيها السلة بتاعت أفريقيا كلها، ممكن تلقاه أي شكل بتاع إيقاع تلقاه في أي حتة تانية بتلقاه قاعد عندنا في السودان. فيمكن ده دي الحاجة الأساسية اللي خلتني أنا أتوجه بالحب والشغف ده، لأنه أفتش في التراث السوداني. نعم. مهدية، بالنسبة لك كيف يعني التراث أثر فيك في تكوين التفكير الموسيقي عندك، في أنك تتجه لنمط معين من الغناء، ولا بس هي الموهبة الفطرية دفعتك أنك تغني وبعد ذلك ممكن لقدام تختاري طريقك تمشي فيه؟ والله هو تأثير الثقافتين اللي أنا كنت واقع بيناتهم كان كبير جدا. اللي هم شنو الثقافتين؟ ما بين مصر وما بين السودان، ما بين تربيتي ووجودي في مكان وولادتي في مكان. فده شكل كثير من اللي أنا فيه. الأول كنت confused ما بين إنه أنا من هنا ولا من هنا، أنا مفروض أقدم من ده ولا من ده. لكن بعد شوية بقيت مستمتعة بالفكرة أكتر، وبقيت أكتر تصالحا معها، لأنه بقيت حاسة أنه قاعد أخلق في حاجة ثالثة. بقدم مزيج ما بين ثقافتين أنا تربيت وعشت وشربت منهم الاثنين. طيب منو ساعدك هناك؟ إذا حاولنا نتكلم في عن الجانب بتاع صقل موهبتك ويعني ورفع مقدراتك في الجانب بتاع إنك ماشي تبقي مطربة وعندك اسمك وعندك شخصيتك الفنية برضو، منو اللي كان وراك هناك ودعمك بقوة كده يعني؟ طيب في السودان أو في القاهرة يعني؟ دي قصة طويلة. في مصر هي كانت صديقة طفولة، صديقة طفولة، وكانت برضو من بيت فني، كانت جارتي. ابتديت أكتشف ده معها. لما جيت هنا السودان التحقت كان بالكورال بتاع الكلية وأنا بدرس الهندسة، ساعدني كثير أستاذ السر، كان هو المسؤول عن القسم الموسيقي في الكلية، وتلمست برضو على يد أستاذ عثمان مصطفى كان مدرب الصوت، وأستاذ شمت محمد نور. بعد كده بدأت أول خطوة في الاحترافية بأنه اشتغلت مع مجموعة ساورة، اشتغلت معهم لسنين، اشتغلت مع أستاذ ممدوح طاهر فريد، وقدمت بعض الأعمال التلفزيونية والإذاعية هنا مع المخرج أسامة سالم، كانت سلسلتين من جزئين تعرضوا في رمضان، الصايح والمسحراتي. دي كانت تجربة دراما غنائية. فده كله كان بيشكل وكان بيضيف. ده غير إنه الشغل اللي أنا اشتغلته مع أسامة فادني في قصة مهمة جدا، لأنه كان كنا أقرب لتيم شغالين على مدار السنين اللي فاتت مع بعض. لا. وعلمني التشخيص في الغنى زي التشخيص في الدراما، إنك تمثل دور أو تمثل منطقة بصوتك. يعني كان في شغل مدايح، وكان في شغل من الغرب، وكان في شغل من الجنوب، وفي شغل من الشمال، ونوت مختلفة على سمعي أنا ذاتي. فده أضاف لي كثير، أداني كثير. طيب نقدر نقول انه انت طلقت يعني فعليا من السودان؟ كله ماشي مع بعض.
كله كان ماشي مع بعض كده. دي المنطقه الرماديه يعني، احنا عايزين ابيض. لكن البدايه فعلا ايوه كانت في السودان، اقدر اقول في السودان، لانه احنا بنتكلم عن انطلاقه التجربه بشكل واضح وبعد ذاك استمراريتها دون انقطاع يعني حتى الان، وانها قدرت تؤتي ثمار. عموما خليني امشي معاكي برضو لسؤال ثاني. الاغنيه اللي ممكن اقول لك او اللحن اللي اثرت، الاغنيه او اللحن اللي اثرت في مسيرتك الغنائيه يعني، وخلتك يعني تقوم تشكلي نقطه جديده تدفع بك لقدام من خلالها، وحبيت انك تغنيها في اكثر من مكان. وهران هي الاغنيه دي، عرفينا بها. طيب هي اغنيه من الفولكلور الجزائري. نعم. اسمها وهران. وهران هو احتفال او عيد اشبه بالمولد، احتفال شعبي في المكان ده، وكلها حنين وكلها شين وكلها بتتكلم على السفر والغربه. او منود لك عليها بالصدفه، كنت بقلب في الفولكلور في الشغل بتاع الفولكلور في افريقيا، واستهواني لحنها جدا لانها كانت مشجونه جدا ومن اقرب المقامات لنا احنا سمعيا كسودانيين، وفي نفس الوقت كنت حساسه بتتكلم عني لانها كلها سفر، كلها سفر. ما زي ما في جزء حلو من موضوع انك بتتحرك كتير وبتسافر، انك بتلملم ثقافات مختلفه. في امكانيه نستمع لها مني؟ طبعا. نستمع لها الان. نستمع لاغنيه وهران، واحده من اغنيات الفلكلور الجزائري اللي حستمع لها بالتاكيد معكم اليوم لاول مره من خلال صوت المطربه مهدية. وهران راح تخسارة يجروا مني ناس.
أهلا بكم مرة ثانية كل متابعين، أتواصل معكم في هذا الحوار وهذا المشوار عبر حلو النغم على قناة الشروق. بعد هذا الفاصل لنا عودة لمواصلة الحديث والدردشة مع ضيوفنا داخل الاستوديو والاستماع لمجموعة من الأعمال الغنائية والموسيقية المقدمة عبر هذه المساحة. ابقوا معنا. أهلا بكم مرة ثانية كل متابعينا، نتواصل في دردشتنا وحديثنا مع ضيوفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن مبارك وكذلك المطربة مهدية إبراهيم. أهلا بكم مرة ثانية ومنورين شاشة الشروق، كل سنة وأنتم طيبين. خليني أرجع لك مرة ثانية أستاذ حسن، التأثير اللي ممكن يكون حاضر في أسلوب الفنان، في طريقته، في اختيار الموسيقى الممكن يقوم بغناء، اختياره المفردة، الحاجات دي كلها ممكن نلقاها وين عند حسن؟ حسن كيف يقدر يختار كلمات معينة يمكن أن يضع عليها لحن موسيقي، أو كيف نقدر نقول أنه حسن يقدر يحقق مقطوعة موسيقية بمفهوم عالي الاحتراف وفي طريقة تفكير موسيقي مختلف عما هو موجود الآن في الساحة مع أصحابنا المؤثرات اللي تكلمنا عنها من قبل؟ الحقيقة المفردة ما بقدر أخدها في أي حتة غير إنه البيت اللي نشأت فيه. نعم. يعني أنا نشأت بين يدين مشاعر، وواحدة من الألعاب اللي كنا بنلعبها مع الوالد نحن صفحة صغار القافية، ودي كانت أول علاقتي بالكلمة المنظومة. نعم. كلمة اللي عندها إيقاع دي يمكن مباشرة أنا مدين للوالد فيها شديد. المنطقية والدراما في القصيدة بتجذبني شديد جدا. ما بقدر أحدد حاجات محددة لأنه الشاعر هو اللي بيتهشك، لكن أنت بكون عندك حاجات بتهبشك جوا. لكن عموما المنطقية الدرامية في القصيدة دي واحدة من الحاجات اللي بتشدني شديد جدا، بالإضافة للإيقاع المبني جواه. يعني زي ما قال مايكل أنجلو، التمثال جوا الحجر، اللحن موجود جوا القصيدة. ده اللي بحسه أنا طوال. يعني من طريقة إلقاء الشاعر لقصيدته أنا بلقى الإيقاع الممكن يجذبني، لأنه القصيدة دي ممكن تتلحن مثلا. يلهمك الإيقاع وبعد ذاك بيلهمك اللحن، يعني الإيقاع بتاع الشاعر الداخلي ذاته. تأليف الموسيقى ما تسمى بالموسيقى البحتة هي صعب انه تتخطى في كلمات انه بتحصل كيف، لكن هي بيكون في حاجة دفعاتك لانه تطلع منك انغام وفي عقل ايقاعي بتبقى. طيب برضو في حتة مهمة اللي هي الاسلوبية في تقديمك لمقطوعات موسيقية معينة، يعني بتكون كلها بنكهة متقاربة، يعني باعتبار انه جاءت بها قريحة. يعني المؤثرات الممكن تكون او المناخ الممكن يكون تم فيه تخليق العمل الموسيقي في ذات حسن، يعني اي مناخ ممكن انك توصفه لنا؟ انا بوصفه بالريلاكسيشن الداخلي، وكل ما الزول يكون قادر يهبش دواخله بيكون سهل عليه انه مشاعره الحاسبه. تفتكر السمع عنده تاثير برضه؟ السمع عنده تاثير كبير جدا. انا كنت جايك ذاته هسه، لكن شكرا لك انك وديتني لا طوال. السمع الكثير لحياه مختلفه، لايقاعات مختلفه، تطلع على ثقافات مختلفه بايقاعاته وبموسيقاته، هي بتاثر قطع الشك في انها بتغني شكل المكون بالنسبه. أيوة. لك ممكن تلحن من خلاله بالضبط كده. المرجعيه بعد ذاك اللحن سهل انه يتخطى في ايقاع، لانه اساسا في مجموعه بتاعت ايقاعات والحان وموسيقى انا سمعتها. السمع الكثير هو مفيد بشكل عام، والسمع الكثير الدقيق هو افيد للفنان بشكل عام. طيب انا حاسألك سؤال يمكن ما يكون خطر على بالك، خطر يعني او ما بتكون متوقع انه ممكن يعني تساله في الحلقه دي او في المساحه دي، يعني شنو الحاجه اللي خفت منها استاذ حسن لما جيت عالم الموسيقى؟
كويس كويس انك عارف انه ما خطر على بالي السؤال ده عشان اخذ صنه شويه. لكن بشكل عام العادي دي كانت واحده من هوايسي. انا هسه برد عليك التجشي معدي عادي ذكر في حسن زمان لما بديت، فكنت من حياتي كنت اتمنى انه ما اقدم حاجه زي الموجود تكون عندها الطبيعه الخاصه. بعد ذاك انا اكتشفت انه ده ما المفروض يكون هاجس، لانه هو اساسا اختلافك هو بي 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 بيولد الحاجه دي. لكن عموما دي يمكن اكثر حاجه انا كنت شويه ملاوز منها زي ما بيقولوا بالدارج يعني. بالنسبه لك كيف مهدي، في حاجه خفتي منها؟ خفتي من شنو بالتحديد؟ بصراحه نجومية ومشاكلها، يعني أنا بحب أعيش في سلام. طيب لكن أنت مفترض يعني حياة دي مصاحبة لك، يعني حتكون بما أنك زولة ارتضيت أنك تكوني مطربة وفي ناس حيكونوا مشكلوا جمهورك وبيستمعك، فبالتالي أنت حتكوني زولة الآن معروفة بالنسبة لهم، حتدفعي الضريبة. تفتكري أنه في حاجة تانية يعني في بداية مشوارك الغنائي برضو وقفتك خلتك انك تقومي تراجعي خطواتك مرة تانية؟ انا بعمل في شنو؟ الى اين امضي؟ هو بس ممكن اكون زي ما قلت لك، انا عندي ايقاعي المحبب جدا لي، ايقاعي في الحياة، حياتي اللي انا بحب اعملها. بنزعج بس لو حسيت انه ما. طيب انا حاقوم اطرح لك السؤال بطريقه مختلفه شويه، اللي هو عندنا مجموعه من الفنانين او المطربين موجودين في الساحه الغنائيه السودانيه الان يخشوا انهم يجربوا يغنوا بالطريقه الشرقيه او ما يعرف بالسلم السباعي، يعني انت ما خفتي من الحاجه دي؟ خاصه انه المذاق والمزاج الموسيقي المختلف في السودان يعني بيتحكم فيه السلم الخماسي اكثر، يعني مع انه في موجود الحياه الثانيه في الزام مشينا في الشرق عند اغاني السماكه، وفي الغرب في الايقاعات المختلفه اللي فيها برضه السلم السباعي. يعني انا الخوفه دي ممكن اكون حليتها بدري، لانه انا مصدقه الحاجه اللي بعملها، انا جزء من الاثنين، انا علاقه ما بينهم الاثنين، فيما بين الطريقتين يعني اسلوبين. اي لو في ممكن يكون رابط ممكن اعتبر نفسي انا الرابط على الاقل بالنسبه لي، ومؤمنه جدا بانه الزول كل ما صدق الحاجه اللي بيعملها كل ما تصدق، كل ما امن بها قدر انه يقدم، قدر انه يوصلها، وقدروا اللي حواليه يصدقوها حتى لو كانت مختلفه عنه. لا طيب اتجهتي في الجانب ده للغناء باعمال مشهوره، يعني فيروز لها دور كبير جدا طبعا في الغناء العربي، وقبل قبل ما نبدا المساحه دي كنت بستمع لدندنات من الفرقه الموسيقيه وهي بتحاول انها تهيئ نفسها لتقديم الاعمال دي، فوجدت انه العمل ده من الاعمال اللي مفترض تتقدم عندنا الليله. استاذ حسن اعود لك مره ثانيه، والمره دي احنا حنطلب منك تقديم مقطوعه موسيقيه، وبرضه حاستصحب رايك قبل ما نسمع دي حول ما يقدم من موسيقى بحتة في السودان الآن. يعني طيب نبدأ بالشقة الثانية اللي هو ما يقدم من موسيقى بحتة في السودان. في تجارب عظيمة جدا تقدمت في أوقات كثيرة، ما بننسى الأستاذ براي أحمد أفعله، ما في زول بيقدر ينساه، ويمكن ده واحد من الحياة اللي أثرت فينا كلنا، إنه أدتنا الشجاعة إنه الموسيقى ممكن يكون عندها مكانة إلى جانب اللغنة من غير ما تتأثر بها أو تكون أقل منها. الألحان السودانية بشكل عام واللقاءات السودانية بتدي الإحساس الطبيعي بأنه ممكن يكون في نغم مركب فيها من غير ما تكون فيه كلمة. في ميزة تانية في الغناء السوداني أدتنا الإحساس ده نحن الناس اللي بنشتغل الموسيقى البحتة، اللي هي ما يسمى بالميلوديات في الغناء. لو لاحظت معي أنه في غناء كثير جدا فيه مقاطع موسيقية طويلة بتكون في نص الأغنية، ممكن تكون هي مقطوعة ذاتها بحد ذاتها. فنحن مما قمنا بنسمع، نحن سمعنا الموسيقى البحتة في نص الغنى ده، بالإضافة للسمع، اختيار آلة الجيتار بيخليك تسمع
حاجات اكثر كمان. في السودان فتره كده يعني كان جات المقدمات الموسيقيه ان وردي وعثمان حسين، أيوة. يعني مقدمه ربما تمتد لستة سبعة دقائق زي ما عند محمد وردي يعني الله يرحمه ويحسن له. بالضبط، الله يرحمه. بالضبط كده. استاذ وردي واحد من الناس المميزين جدا في الحياه دي. الاستاذ محمد الامين واحد من الناس المميزين كذلك. الاستاذ ابو عرك المخيط. في ناس كتار يعني صعب انه نعدهم كلهم هسه، لكن عموما الموسيقى البحته هي موجوده في نص الغنى بتاعنا بالميلوديات اللي بتتعمل. كانت مستهوياني جدا الفكره بتاعت انه الكاشف اول زول جاب موسيقى ما بتشبه الغنى. نعم. بباله كانت الغنى الموسيقي هو الملحن. ايوه. بعد ذلك احنا كنت في موسيقى بحته. حاليا في بيشتغلوا موسيقى تسمى بالموسيقى الآلية والموسيقى البحتة، وشباب بيعملوا في شغل جميل جدا. يمكن ما لقوا فرصتهم في انه طيب الثقافة دي الآن مشاعة في السودان، في ناس بتحب تستمع لجلسات فيها موسيقى بحتة بشكل كبير يعني. في ناس كتار، برغم انه في ديبيت في غلط كثير في انه هل هذه ماشية ولا ماشية، لكن انا شايف انه في ناس كتار جدا بيقعدوا وبيسمعوا موسيقى بحتة. الحياة دي بدت من فترة ما من الليلة. كان في تجربة قديمة جدا، جاء أحمد فتحي هنا اشتغل بالعود، الفنان أحمد فتحي، فكان حتى المقطوعات اللي اشتغلها من غير غنى كانت الناس فعلا قاعدوا يسمعوا، وسمع الناس للأستاذ براي، سمع الناس للملوديات الطويلة في نص الغنى. ده كله بيأكد تماما انه المستمع السوداني بيقدر يقعد ويسمع، مش بيستمتع بالموسيقي ما في كلمة. فأنا من أنصاري انه في ناس كتار بيسمعوا موسيقى بحتة، وبنحييهم من المنبر ده وبنقول لهم خليكم معنا. طيب حتقدم لنا مقطوعة موسيقية برفقة الفرقة؟ نسمع مقطوعة اسمها جنب البحر. نعم. تألفت 200 قريب ولا؟ بقدر أقول تألفت حوالي سنة اللي ورا تقريبا. بدأت التأليف الموسيقي متى؟ من بدري شديد، من وانا طالب في المعهد العالمي. تتذكر اول حاجه عملتها؟ والله بتذكرها. ايوه. اذا عدت تقييم الان رايك فيها شو؟ بحبها شديد، لانه مرتبطه عندك بمرحله زمنيه يعني. مرتبطه بمرحله زمنيه، وانا بتعجبني. انا ما اقدر اقول لحالي سمحه، لكن انا محببه بالنسبه لك. محببه شديد. محببه شديد. طيب نستمع لها ونرجع نواصل حديثنا معكم داخل الاستوديو.
نتواصل مع كل متابعينا وداخل الاستوديو. هتكلمك الان عن اتجاهك للتنقيب برضو في التراث السوداني، وكذلك الاعتناء يعني او في طرح فكره مشروع يعتني بالموسيقى الافريقيه ككل، خاصه انه نحن الليله عندنا واحده من اعمال غنائيه للمغنيه الافريقيه الكبيره المعروفه اللي رحلت مريم ماكيبا، ودي واحده من الاعمال انت حتقدميها لنا الان ان شاء الله. تحدثينا عن اتجاهك لانك تخلقي منظومه تجمع الاغنيات الافريقيه والمزاج الافريقي في سله موسيقيه واحده. يعني قلت في البدايه وجودك ما بين ثقافتين او كونك تتشرب ثقافتين، ومرات بيفتح مداركك برضو وبيفتح سمعك لانواع كثيره من المزيكا، بتقول انك مختلف. فكرت انه انا ممكن اعمل كده. يعني طيب ليه مريم ماكيبا بتحديد يعني ملايكة؟ لأنه هي معروفة ومنتشرة بس، ولا في سبب تاني خلاك تغنيها؟ جمال الأغنية نفسها. جمال الأغنية نفسها. في حاجات تانية ممكن نتكلم عنها برضو، إنك الآن بتتجه لإنك تقدميها بصوتك أعمال مطربين أفارقة. أيوة الرحلة السمعية الجاحة كلها مالي. مالي؟ أيوة. كده كلمينا عن مالي، يعني ادينا نبذة عن الفكرة دي. مالي سالف كيتا. يعني لا يمدينا مركزة جدا مع موضوع مالي. هنستمع الحاجة دي قريب يعني؟ ايوه قريب. طيب. ومتمنية برضو اعمل حاجة بتاعتي انا. بالطابع ده. يعني ده هدف تاني على مستوى ده. بنفس النسق اللي هتستمع له من أغنية المالية يعني. يعني بالرحلة السمعية دي أنا حابة إنه أنا أعمل حاجة حقتي وأخذ الطابع ده. طيب خلينا نسمع مريم ماكيبا ملايكة. نسمع ونتواصل. ملايكة. ملايكة ملايكة ملايكة
تواصل معكم كل متابعينا برفقة مهدية وأستاذ حسن. مهدية برضو أنا حواصل معك الحديث بعد ما استمعنا لملايكة أغنية سودانية حبيتيها خالص وكنت حريصة أنك تردديها وتغنيها، سواء إذا كنت في عزلتك الخاصة في البيت أو في جلسة مع نفسك كنت بتغنيها أو في مكان عام. أنا هتكلم عن أول أغنية حفظتها سودانية. كم متين الكلام ده؟ طبعا ما النسوان ما بحبوا يقولوا يعني تواريخ دي، لكن في ذرة حبة كده، لكن ممكن شوف العين. نعم شوف العين، أغنية شوف العين من أوائل الأغاني السودانية اللي أنا حفظتها. غنيتيها وين بالتحديد؟ أول مرة غنيتها في الجامعة، ومن الأغاني اللي أنا بحتفل دائما بوجودها، يعني بردد حتى في حفلاتي. كنت واثقة من نفسك وانت بتقدميها كده وحاسة انه انت عندك إضافة حقيقية في الأغنية دي؟ اي، لأنه في ناس بيغنوا غنى وبيقوموا شنو يعني ما يأدوا بالأداء المناسب أو الناس اللي تعودت عليه أو الشيء اللي يرضي الطموح بالنسبة للمستمع. هو أدائك دائما بيعكس شكل سمعك للحاجة، دائما الحاجة الداخلة ما بتكون زي الطالعة. طيب. في حاجة بتخش وبتعكس مدى ثقافتك ومدى سمعك وانت قاعد تسمع الحاجات بذات طريقة. طيب شوف العين، طبعا انت بتكوني واقفة في المسرح والجمهور بيعين لك وانت بتأدي في الأغنية دي، هل حصل مرة انت خفتي من الجمهور؟ كان كبير جدا يعني ممكن نقول خلاك يعني تخشي التجربة؟ ما في زول ما بيخاف، والبجد الفنان، أنا ما بعرف لكن من وجهة نظري الفنان اللي بيطور نفسه هو بيخاف لكن بنسبة معقولة. طول ما أنت خايف، طول ما أنت حتسعى أنك تطور نفسك، طول ما تتلافى الأخطاء، طول ما أنت حتسعى أنك تتلافى الأخطاء، اللحظة اللي بتحس أنك بيرفكت أنت عمرك ما محتمشي خطوة لقدام، لكن خوف بحساب. الخوف ما يفسد عليك أي حاجة، خوف بناء. خلينا نسمع شوف العين ونرجع مرة ثانية.
اهلا بكم مره ثانيه كل متابعينا، نرجع لك مره ثانيه استاذ حسن. وقبل شويه كنت بتكلم مع مهدي عن الخوف في المسرح. في فنان كبير انت قمت وقفت وراه، ومطرب معين انت بتحس انه هو يعني عظيم في وجهه نظرك، يعني من خلال عطائه الفني والجانب ده يعني، ووقفت وراه في الفرقه وشعرت بالراحه انك ممكن تخطئ او ما تؤدي الاداء اللي يكون مرضي في المسرح؟ لا، ما بقدر اخطها كده، لكن بكون اي فنان قبال ما يطلع يقدم حاجته اللي عايز يقدمها بيمر بلحظه بتاع التوتر. وزي ما قالوا ناس كتار، لحظه التوتر دي هي الدافع لانك انت تجيف وقفه كويسه. لكن ما اذكر انه في كان رهبه بالمعنى اللي انت قلته. نحن عندنا مشاكل ثانيه بتسبب رهبه. يعني عندنا مشاكل مثلا الساوند. دي واحده من المشاكل اللي ممكن تخليك انت واقف في المسرح شويه متوتر، لكن ما بتكون يعني ما في خوف بالمعنى. نعم، احنا نتكلم عن رهبه او هي الرهبه موجوده. هو اي عمل انت عايز تقدمه انت بتكون او انا تقدر تتجاوزه كيف؟ ده بتقدر تتجاوزه. يعني انت المفروض انا اقول لك اسراري الخبره اسراري؟ لا، ما قصدي كده. هو عموما بتقدر تتجاوزه بانه انت تعيش في العمل اللي انت بتعمل فيه. ده اللي بيطلع الاحساس بتاع الوتره منك او الرهبه دي. يعني وانس انك قدرت تخش جوه العمل، انت بعد ذاك بقيت في حيز مقفول حقك داخل هذا العمل. قبال ما انت تبدا انت بتكون خايف انه تحصل حاجه ما تخليك تقدر تخش جوه. لكن عموما بشكل عام التجانس بتاع الناس مع بعض بيساعدك انك انت تتجاوز التوتر الاول ده قبال ما تبدا. نعم. تفتكر انه التكوين الاسري برضه ممكن يكون عنده دور في انه الزول يكون عنده المقدره على انه يحقق النجاح ويصنع لاحقا في اي مجال يختاره؟ كنموذج انت يعني الوالد يعني هو مربي وشاعر وكان له علاقه بالاعلام كذلك، حدثنا عن الوالد وتاثير ظله في البيت وكذلك تاثير الحاجه دي عليك انت في مشوارك الفني. يعني حقيقي الاسره عندها علاقه مباشره بتماسك البني ادم بشكل عام في اي حاجه من خلال التربيه. لما يربيك فنان بيكون التربية مختلفة. أنا أول زول حبيت آلة العود عنده كان الوالد. وأول زول أداني إحساس إنه الحياة دي لطيفة، لأنه شفته بيعزف وأنا طفل صغير شديد جدا، كان بيحب يعزف العود كثير يعني. فوجود طفل في أسرة فيها شاعر وعازف بتاع عود بيعرفك على ناس كتار. في ناس كتار بيجوا البيت بيسمعوا شير وبيقولوا شير، فانت بتشوف الشخصيات قدامك بتعمل في الحياه كيف. فمن وانت طفل بتبدا تتحسس او تعرف شنو اللي بيكون جميل لما الزول اللي بيقول فيه يكون متماسك هو ذاته ويكون بيشبه الكلام اللي بيقول فيه. يعني انا طفل صغير شفت ناس كتار جدا في بيتنا. انا شفت محمود درويش، شفت نزار كباني، شفت جيل عبد الرحمن، شفت شعراء كتار جدا جدا كانوا شخصياتهم ذاتها كانت مؤثره علينا احنا كاطفال. فقط عشان وجود تربيه زي دي بتؤدي لانه الزول يكون فعلا بيقدر يقدم حياه متماسكه. بالاضافه لانه الحياه الاكثر انا تعلمتها تماما من السيد وائد هو حب الحاجه اللي انا بعمل فيها. وده السر في القصه كله. انت لو بتحب الحاجه اللي بتعمل فيها انت بتقدر تمتلك عندك المقدرات في انك انت توصلها للاخر بصوره ثابته ومعقوله. نعم. طيب مقطوعه موسيقيه ثانيه برضه هديه لكل الناس اللي بتابعونا الان. نسمع مقطوعه انا بحبها شديد، عملتها قريب، اسمها يو ان مي. نعم. او انت جواي اذا حبينا نترجمها بالعربي يعني. واتمنى انها تعجبكم يعني. وسر التسميه باللغه الانجليزيه شنو؟ جات كده، ما 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 يعني ما حاجه فكرت فيها بقدر اقول لك هي، لكن جات كده. كنت في جو يعني في الغربه و وجاء مؤثر. هنرجع نتكلم عن مؤثر الحياة دي. نعم، نستمع للمقطوعة الموسيقية ونواصل مع ضيوفنا.
أهلا بكم مرة ثانية كل اللي بتتابعونا في قناة الشروق في هذه المساحة عبر حلو النغم، وهذا المشوار الذي يجيء معكم في هذه المرة مع اثنين من المبدعين حسن ومهدية. أهلا بكم مرة ثانية في الاستوديو. ومهدية أنا حارجع لك مرة ثانية، قبل تكلمنا عن أغنية وهران، هي شكلت عندك يعني مساحة كبيرة جدا خلتك تردديها وتتجهي برضو من خلالها لأنك تتغني بها في أكثر من مكان. فيروز علاقتك بها كيف؟ هل هي علاقة سماعية فقط ولا ممكن نقول إنه هي كانت يعني مؤثرة بشكل كبير جدا خلتك إنك تتأثري بالموشحات اللي قدمتها، وخاصة الطقس في مصر برضو متأثر بكثير من الموشحات والأغاني برضو اللي عملتها مع الرحبانية؟ الست ذاكرة سمعية كبيرة جدا من الطفولة، من الأغاني بتتردد دايما في البيت وبسمعها من الصغر. غنيت لها كثير؟ كنت بسمع لها أكثر. أكثر من إنك ترددي على أغنية. أيوه. في أغنية معينة جاتك الجرأة إنك تقدميها اللي هي بنت الشلبية؟ أيوه. متين أول مرة حاولت تغنيها؟ أول مرة وأنا في المعاينة بتاع دار الأوبرا المصرية، كنت مفروض ألتحق بدراسات حرة هناك للغنى الشرقي، وعملت بها المعاينة ونجحتي وصلتي. أيوة. طيب كلمينا عن الأوبرا قبل ما نسمع تجربتك في الأوبرا. الأوبرا أنا عملت دراسات حرة للصوت والمزيكا الشرقية على الدكتور عبد الستار، وسعدت جدا بإقامة عروض معاه وبعد الفترة بتاعت الدراسة دي في قلعة صلاح الدين، من الأماكن المهمة جدا اللي بتتعامل فيها عروض هناك في مصر، وبدار الأوبرا نفسه وقاعة سيد درويش. ومن التجارب برضو اللي كانت مهمة جدا وملهمة كانت مع المايسترو ماجد سرور قائد أوركسترا ورد الله يرحمه، فدي من التجارب برضو اللي أسرتني كثير جدا وأضافت لي كثير. كويس، في جوانب كثيرة هنحاول نستكشفها معاكي حول تجربتك عموما مهدية. خلينا نسمع مع بعض الأغنية اللي هتقدميها الآن، هي احنا يبدو انه احنا اخترناها الآن في المساحة دي من خلال حديثنا، هي واحدة من أغاني فيروز بنت الشلبية. نستمع لها ونعود مرة أخرى. من قلبي يا قلبي انتي عينيا،
أهلا بكم مرة ثانية كل متابعينا في قناة الشروق. لم يتبقى لنا الكثير من الوقت ونحن في ضيافة أستاذ حسن وكذلك المطرب أستاذ مهدية. ختاما حأقول لكم حاجة، ممكن مساحة، نقول هي مساحة ممكن تهنوا بها كل الناس اللي بتابعوكم عبر قناة الشروق، وفي نفس الوقت أمنية بتمنى حسن يحققها. يعني أتمنى إنه أي زول يقدر يلقى طريقة يحقق أحلامه، أي سوداني. على الصعيد الشخصي شنو طيب؟ على الصعيد الشخصي بتمنى إنه أنا أقدر أنجز كل الأحلام بتاعتي في جمع التراث وفي تقديم موسيقى سودانية علمية مبنية على أسس علمية فيها سلالمة وعندها نستخلص حياتنا العلمية عشان تبقى موسيقانا علم ممكن يدرس في المعاهد اللي بتدرس الغنى ده، وانه يتلمى كل الغنى السوداني الموجود ويخضع للدراسه. نعم. ده هو يمكن يكون شكله حلم عام لكن هو حلم شخصي من زمن طويل جدا. الشباب الان اللي بيتجهوا برضه للموسيقى البحته، اذا كان في منهم زول بيتابعنا الان بتقول له شنو؟ اذا كان في زول منهم بيتابعنا، اول حاجه انا بحييه شديد، بحيي كل الشباب الشغالين موسيقى اذا كانت بحته او اذا كانت موسيقى غنائيه. وبقول لهم بس حاجه واحده، انه اي ساعه تتمرنها او اي ساعه تحاول انك تطلع فيها احساسك هي في رصيدك، فما تقف. كل ما يكون عندك زمن اشتغل في حياتك، تواصل وقطع الشك، دي حتكون خطوات بتقدمك لقدام. نعم. بالنسبه لك يا مهدية، امنيه بتتمني انها تتحقق في العيد ده؟ في العيد ولا في العموم؟ نخليها على العموم. طيب اوكي. حب وسلام، بس مشتاقه لناس بيتنا شديد. ان شاء الله ربنا يجمعكم قريب ان شاء الله. طيب بالنسبه للغنى في السودان بتتمنى شنو؟ بتمنى انه نقدر نحافظ على الشكل الموجود، لانه في ثقافات للاسف قايله لزوال بموسيقاها وبناسها، فانا بتمنى بجد انه نقدر نحافظ على الحاجه دي. طيب اذا كان في زول الان او شاب او شابه عموما بتابع مهدية الان عبر قناه الشروق وعنده الاحساس انه يوم من الايام ممكن يخوض تجربه فنيه ويحقق من خلالها ذاته ويحقق نجاحه، بتقول له شنو؟ حقول له كلمه اغنيه انا كتبتها، احتمال دي اول اغنيه انا اكتبها، وحتكون هي الاغنيه النازله في الالبوم اللي انا بجهز له. امن بروحك تبقى صح، ناقصك بتم. امن بروحك، بس امن بروحك بمقدراتك، امن بمقدراتك، صدق نفسك، اي حاجه بتتم. نعم. انا بشكركم كثير والله، انا يعني الليله جلست في واحد من امتع الحوارات التلفزيونيه بالنسبه لي على المستوى الشخصي، دردشت معاكم بأريحية تامة زي ما يقولوا كده. يعني كتر خيركم كثير، آنستموني، وبالتأكيد فريق العمل في الاستوديو نشكركم كثير على حضوركم في قناة الشروق. كل سنة وانتم طيبين، أتمنى أنه المرة الجاية لما نتلاقى في شاشة قناة الشروق أو في أي مكان آخر تكون الأمنيات اتحققت وكل أحلامنا محققة، ونكون ساهمنا بشكل أو آخر في مجالاتنا اللي بنشتغل فيها عموما. كتر خيركم كثير. شكرا لك كثير. شكرا متابعينا في قناة الشروق، كل سنة وانتم طيبين. كانت هذه مساحة عبر حلو النغم عبر قناة الشروق في هذا اليوم اللي اتمنى ان تكون لبت طموحاتكم في الاستماع لكلمة جميلة ولمقطوعة موسيقية جميلة ايضا وللحن جميل عبر قناة الشروق. حتى نلتقي في مساحة اخرى، كونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله. تساويتها هبت نسايم الكون.
عدت علي كم لون يتني بالمفرق دوبت احزاني هم الدروب انزاح هم الدروب انزاح وزاح من قدامي في يوم من الايام جابت علي الوان مرسومه بيت عليك أملي